وشويه واو هديه انا يا اخي هديه ما تجي للظهر جدا ميرسي ميرسي شكرا واو واو كذا التيك توك لازم الصوت هذا واو ونحن بوزلك خلاص افتحها من دون صياح افتح الورده ولا الهديه من دون صياح ومن دون لعبك بشوف من مين من ريحة لا أستغفر الله ربي أحمانا السلام عليكم ورحمة الله بالورد أهديك لون الورد قليلا في مقامك بس هذا أقل شيء أقدمه لك وحي لك في إن حاجة لك إن شاء الله هذا رقم جوالي والله اني داين هدايا انا داين انا احسبها هديه يعني احبك اموت فيك اخر شيء تواصل معي في الواتساب ابشر على خشم جعلبوك في الجنه وافي ومجمل فانت مطلق ان جعلبوك في الجنه ولا يمكن في الواتساب يمكن تبي تقول لي احبك يعني وصلت خير انا والله اني داري ما تجيني هديه الا لازم ابو محمد جعلبوك في الجنه وانت راعي الطاولات جدا يا اخوي الهديه هديه تكفى الله يرحم والديك ويجعل والديك لا تفعلني بهديه لما انا ولكن وصلت الحمد لله انك وصلتها بعلم ولا بدون علم فمرحبا بك مليون ما وصلتها لي الا والله انك وافي ومجمل فالحمد لله